بدنا نحكي عن العام الدراسي الجديد، رح نحكي شوي عن المدارس الخاصة، رح نحكي عن القطاع التربوي بلبنان إذا هو بخطر مع الأكاديمية التربوية ومديرة مدرسة خاصة فردية أميرة سكر. أميرة صباح الخير. صباح النور، أهلا أهلا وسهلا بحضرتك عبر راديو MBS. صباح النور رين. أميرة، برأيك المدارس الخاصة صارت بخطر؟ هو مستقبل التعليم كله بلبنان صار بخطر إذا نحن ما حناخد بالأسباب ونجرب نوقف على إجرينا كلياتنا سوا لنوقف القطاع من أول وجديد. من أي ناحية هو بخطر؟ لك اليوم نحن تعرضنا كمدارس بشكل عام بلبنان، مش بس يعني مش بس كمدارس خاصة، نحن تعرضنا لهيدي لمشكلة كبيرة بالعام الدراسي ابتداء من الثورة اللي صارت ب 17 تشرين للتعطيل اللي صار بالشتاء، لا رجعنا فتنا بالكورونا والمشاكل اللي صارت والتعليم أونلاين وغيره. هذا العام الدراسي هو عام متعثر جدا من بداياته. جربنا كلياتنا سوا من أهل تعاونوا معنا ونحن وأساتذة أنه نشتغل بكل طاقتنا لنرجع نجلس هيدا العام الدراسي، بس للأسف هيدا العام الدراسي أنا بعطيه كتعلم صار فيه بعطيه علامة 40 على 100 بس، يعني هذا العام الدراسي هو عام حاليا يعتبر للأسف سائد. نعم. إذا عم نحكي تربويا. الطالب ما استفاد بشكل كامل، جربنا كل طاقاتنا، اشتغلنا أونلاين، عطينا في صفوف قدرنا ننجح فيها، في صفوف الأهل تجاوبوا معنا قدرنا إنه نعطي أونلاين، في صفوف الأهل مش مقتنعين أساساً إنه الأونلاين بينفع، في صفوف الأهل مش قادرين أساساً يفوتوا أونلاين. جربنا كثير اشتغلنا بس للأسف العام الدراسي بشكل عام متعثر. وطبعا بتعرفي حضرتك الوضع الاقتصادي اللي صار اللي أثر على كل القطاع، على كل القطاعات بلبنان مش بس قطاع تربوي. وقرارات وزارة التربية أخذتها بشكل بوقتها صار في تردد بكذا قرار، يعني يطلع قرار يرجع يتغير القرار، وهيدي كانت مشكلة صراحة حقيقية واجهتنا كلياتنا. طيب بتشوفي انه السنة اللي جاية انه العام الدراسي رح بيكون هيك بدايته رح تكون مثل ما نحن معودين، ولا رح بيكون في بالمدارس الخاصة رح بتكون قليلة التلاميذ، المدارس الرسمية رح بتكون مليانة بالتلاميذ، رح يعملوا بموضوع كورونا، كيف رح تتنظم؟ كيف رح بتصير؟ نحن عم نجرب كتربويين وكمدراء مدارس خاصة انه نتكاتف مع بعضنا ونشعر، نتكاتف مع بعضنا كمدراء، نتكاتف مع بعضنا مع الاساتذه ومع الاهل تنشعر بالمشاكل اللي واجهها الاهل والمشاكل اللي يعني الطالب عنا هو الهدف الاساسي. يعني نحن اليوم عم نعلم كلياتنا بحيالله قطاع تربوي كان خاص او رسمي كرمال مصلحه الطلاب، كرمال نبني جيل ونعطي فاليو لهالمتعلم اللي عم يتعلم. اليوم طبعا الوضع الاقتصادي بده يأثر سلبا على كل القطاعات بما فيها التعليم. نحن عنا اكيد الاوفر هيد تاعنا، البادجت تاعنا بنحطها اول السنه، اكيد في عنا مصاريف وفي عنا يعني امور. اليوم اذا ما قدرنا نجلس بموازناتنا اكيد انا عم بسمع عن كثير مدارس لحتى اتقفل ولح يتوجه كثير من الطلاب للقطاعات الرسميه. نحن عم نجرب انه نقول لا، نحن ما بدنا نتكسر، بدنا نضلنا واقفين، نخسر عام ولكن بنربح جيل. انا بفضل انه ما يبدا العام الدراسي باول السنه مثل العاده، بالعكس يبدا قبل بكثير، يعني نحن نستغل فتره الصيف لنجرب نسقل مهارات اللي ما قدرنا نشتغل عليها قدر الامكان. ما عم نحكي عن كلفة تعليمية هون، أنا عم بحكي عن المستقبل وعن مصلحة الطلاب. يعني ياريت كل هالمدارس تشتغل بالصيفية، تبلش تعمل أنشطة، تعمل تعلم، تعمل تكفي هي بينها وبين طلابها، هي تحضن كوميونيتي تعيدها، تحضن أساتذتها، تحضن هالأهل. كلياتنا اليوم بدنا نوقف مع بعض، أكيد أكيد رح نوقع إذا كلنا ما مسكنا إيدين بعضنا. أكيد رح نوقع ونفشل، بس إذا الكل حاسس بالتاني والكل قادر يعمل مسؤوليته هو الوطنية والتعلمية والتربوية، أكيد لازم نرجع نوقف هذا القطاع على إجري ونحط إيدنا بإيدين وزارة التربية اللي هي الأمبريلا لإلنا كلياتنا، ونحن كثير
يعني بهمنا الوزارة تتعاون معنا بشكل أنه كيف بدنا نحط علامات لهالطلاب، كيف بدنا ننجح هالطلاب على أي كريتير. اليوم أنا بهمني ينجح، بس بهمني يكون أخذ مهارات معينة طبعا. ما بهمني استغل الطالب أنا بس حتى يدفع قسط. يعني شو الفرق، شو النفع إذا دفع الطالب وما استفاد، وشو النفع إذا الطالب بس هيك تترفع وما فهم شيء. اليوم بدي أحط مصلحة الولد قدامي، مصلحة هالجيل. هذه طرحة موجهة. بتمنى وزارة التربية تنظر للمدارس الخاصة بشكل أنه نحن لسنا تجار علم، نحن متمعلمين، ونحن أكثر الناس يلي طلعت من هاللبنان اللي نشوف حالنا فيه كلياتنا، طلعت من مدارس خاصة ومدارس رسمية، من جامعات خاصة وجامعات رسمية. اليوم قطاع التربية والتعليم اللي هو صدر كل هالعقول المثمرة للعالم، ليش بده يتعثر وليش بده يعني يوقع بحالة من الغيبوبة إذا بدي؟ لا أكيد لا، مش رح نسمح أبدا ولا رح نقبل أنه أي مدرسة خاصة تسكر. بدنا نجرب ندعم مدارس خاصة قد ما فينا، ونحن إيدنا بإيد المجتمع، كلنا بدنا نبني إن الله راد مستقبل وجيد أحسن وتعلم أفضل. بس إذا الأهل مش قادرين يدفعوا للمدارس الخاصة وشيلوا أولادهم، شو الحل؟ شو وين ممكن تلاقوا الحل؟ أو كيف بأي طريقة؟ اليوم بتكونوا بمشكلة كتير كبيرة كمدارس خاصة. هلا اليوم مش كل الأهل مش قادرين يدفعوا للمدارس، أغلبية الأهل، لأنه اليوم حسب ما سمعنا أنه رح بتكون المدارس الرسمية فيها عدد كتير كبير من التلاميذ، يعني رح يتركوا المدارس الخاصة يروحوا على المدارس الرسمية. ما لح تقدر تستوعب هيدا العدد الكبير الموجود اللي يعني. والمدارس الخاصة برأيي لازم تبلش تعيد النظر بموازناتها وبمصاريفها وبموازناتها، ترجع تعيد النظر وين فيها توفر، وين فيها تشتغل أحسن، وين فيها يعني بدها تزبط القسطات. قصدك يعني بدها تزبط موازنتها مش القسطات. اليوم نحن عنا سلسلة الرتب والرواتب. المدرسة عندها سقف من الـ الموجبات بدها تدفع، هي مضطرة تدفع أجور ورواتب وضمان وصندوق تعويضات، وده تمشي بشكل قانوني ومالية وغيره وبلدية. يعني عنا اليوم مصاريف كبيرة على المدارس الخاصة بشكل عام، فبدها تضبط موازناتها، بدها تاخد على قدد الأساتذة ولا بتاخد طلاب لتقدر تضل عم بتقوم بهيدا الشيء. قديش هي تخفض؟ ما الموازنات بتجي مدروسة، الموازنات بتجي مدروسة، مش ما هي المدارس هي منها ربحية، لا تعتبر مدارس ربحية. فاليوم الدولة بدها تدعم هيدا القطاع التربوي. يعني اليوم مثل الدول الباقية، لما انت بتروحي بتعيشي بدول برا، انت بحقلك ببادجت معين من الدولة تعطيكي موازنة لابنك لانه انت عندك طفل. فاليوم الدولة لازم تدعم قطاع التعليم سواء كان خاص او رسمي، مثل ما عم تدعم قطاع الصحة، مثل ما عم تدعم قطاع الضمان، مثل ما عم تدعم كل هالقطاعات الثانية. التعلم هو اساس المجتمع، هو التعلم والتربية. كمان اليوم الدولة اللي عندها مسؤولية تجاه كل هالمواطنين وكل هالطلاب وكل هالأطفال اللي عندها. نعم. طيب بالنسبة لهيدي الصيفية، يعني كيف لازم هيك الأهل برأيك يرجعوا هيك يحسسوا أولادهم أنه هني بعدهم ضمن هيك جو الدرس، جو العلم، لأنه هني بعده كليا عن هيدا الجو حتى ولو كانوا عم يدرسوا أونلاين؟ شو نصيحتك للأهل اليوم أميرة؟ الأهل اليوم الواعيين بدهم يحسوا أكثر مع أولادهم، بدهم يعرفوا أنه كمان. أنا بدي أقولك رين، في شغلة مش كبيرة اليوم الأهل اللي عم بيشتغلوا كيف بدهم يرجعوا، هن يرجعوا يعلموا أولادهم، يرجعوا يراقبوا أولادهم ويراقبوا شغل. بس اليوم بده يصير في تنظيم، يعني الأم اللي عم تشتغل بدها تنظم حياتها وتنظم وتبلش تتعود، لأنه نحن اليوم فتنا بشيء جديد. يعني نحن مش متعودين على أنه يصير القصص بهالطريقة. عشان هيك أول شيء الأم بدها تقتنع أنه والبي أنه صار، لأنه الأم لحالها ما بكفي، بدنا الأم والبي يقتنعوا اثنيناتهم أنه في أساليب جديدة لازم يبلشوا يبنوا عليها، في قصص جديدة لازم يبلشوا يشتغلوا مع أولادهم أكثر عليها، وهذا حيحط أعباء كثير على العائلات أكيد. بس كمان ببلش الشغلة بالقناعة أنه أنا أقتنع أنه في تغيير جاي، مش أنا أرفض التغيير اللي موجود. فبدأ تعطي وقت لابنها أو لبنتها خلال النهار لحتى يقعد يفتح أونلاين لحتى يشتغل، بدها تشغله بأكتيفيتيز لتخليه، لأنه هي كمان مسؤولية بتوقع على المدرسة وعليها. بأكبر الكونفرنسز اللي حضرناهم أونلاين مع الأونسكو من فترة، بيقول أنه
إذا الأهل ما تعاونوا وما اقتنعوا بالأونلاين ما بيقدر ينجح ابنهم، ما بيقدر ينجح ابنهم. يعني المهم المدرسة عم تعمل جهدها، الأهل كمان بدهم يتعاونوا وبدهم يكونوا مقتنعين تينجحوا الجيل. زمان نحن هلا برجع بقول رين، نحن اليوم عايشين بمرحلة يعني مثل نحن مثل النوع من الخضرمي أو مخضرمين بين تكنولوجيا الورقية والتكنولوجيا الرقمية. اليوم نحن بدنا نتحول لتكنولوجيا رقمية تعلمية، هيدي بدها وقت لحتى يبلش الدماغ يقبل وتبلش العادات تاخد وقت، بدها وقت ولكن بدنا نبلش. لأن بدنا لنا وقتين نقول نحن ما منعرف، نحن ما منقدر، نحن ما فينا كأهل، يعني أولادنا ما لح يعملوا شيء ومدارسنا ما لح تعمل شيء. لا، المدارس لازم تبلش تقول أنا لح بلش، أنا لح أشتغل، والأهل لازم تقول أنا لح أتعاون، أنا بدي أعمل شيء لأنه ابني هو أهم شيء. ما هي المشكلة إنه الأهل دايما بيشيلوا عنهم المسؤولية، بيعتبروا إنه هذا شيء من اختصاص المدرسة ومن اختصاص وزارة التربية. هو مشكلة الأهل، ما بدي أظلم كل الأهل، في أهل كتير صراحة فتحوا معنا أونلاين ودلوا معنا لآخر يعني لآخر إذا بدك لآخر أيار، بعدهم عم بيشتغلوا معنا كانوا، بعدهم عم بيبعتوا هومورك وبعدهم عم بيبعتوا دروس، وفي ناس هلأ بالصيفية عم بتقلنا بليز ابعتوا لنا شو بدنا نشغل أولادنا. في ناس كتير مهتمة، في ناس بتقلك ما بعرف، وهذا اللي عبالك ما بعرف لأنه ما بيعرف، لازم يتعلم ويبلش يغير لحتى يصير ابنه يعرف ويصير ابنه مثل باقي هالولاد اللي بتعرف، لأنه في وراهم أهل عم يدعمهم. نعم، خاصة أنه في كتير دول يعني سبقونا بالتعليم أونلاين، يعني ما كان عندهم مشكلة بهذا الموضوع، باستثناء يمكن لبنان في كم مدرسة يمكن كانت تشتغل أونلاين. نحن عنا مشكلة اليوم بلبنان بالكهرباء عم تقطع باليو بي أسات، يعني أنت اليوم بالإنترنت منه سريع بالأون، يعني في أهل كمان متعسرين مش قادرين يدفعوا ويشارجوا 3G لحتى يشغلوا أولادهم، موجودين دي مناطق بعيدة على البريفيرلز ما عم بيقدر يكون عندهم هالخدمة. فاليوم لما بدي أنا أشتغل أو أعمل شيء بدي أحط أرضية لأقدر أشتغل عليها، يعني كيف أنا بدي أمشي بسيارة على طريق ما فيها زفت بدها تتكسر السيارة، يعني بتوصل فيها 100 قطعة بتتكسر. فاليوم أنا إذا بدي أحط طريق تعلمي تربوي بدي أحط كل التولز يعني كل الأدوات يلي بتساعد لأوصل. فطبعا هيدا الشيء نحن ما كنا واعيين له. أكيد الدولة هلأ عم تشتغل أكثر لتطور الانترنت، نحن بنتمنى أنه خاصة أنه هلأ في قانون عالمي حق الطالب بالتعلم عبر الانترنت أنه يكون عنده فري انترنت. كمان الدولة اليوم إذا أنت عندك عم تعملي تعلمي أونلاين، هل تعترف الدولة بعلامات وبشهادات يلي عم تنعطى أونلاين من غير دول؟ هل اليوم إذا أنا بعلم أونلاين أنا في عندي هاي المشكلة، هل أنا باخد بصدق على هيدي الشهادات عم تنعمل أونلاين؟ أو كيف بقدر أنا تابع هالطالب بطريقة غير تقليدية مثل ما كنا قبل؟ اليوم في عندك طبعا مثل ما حكيت الأدوات اللي موجودة، قوانين الموجودة، الانترنت الموجود، كل هاي القصص، والأستاذ اللي هو حيتحول من معلم مدرس لفاسيليتيتر لشخص عم بيسهل عملية التربية والتعليم، لأنه صار كل شيء موجود عند هالجيل. فإذا عم ننتقل منتحول من الرقمي من الورق إلى الرقمي، أكيد بدنا 5 سنين لحتى نصير إن شاء الله مثلنا مثل غيرنا. ولبناني كتير أبضاي وذكي وبيقدر إنه يعمل هيدي النقلة، بس بدأ قرارات، برجع بقول قرارات سياسية وقرارات تربوية وقرارات من الأهل كمان والدي إذا بدك لحتى نقدر نحسن هيدا الجيل ونشتغل أحسن. أميرة سكر، بتعتقدي إنه العام الدراسي رح يبدأ السنة بوقته؟ بالحقيقة ما فينا نتكهن، أتمنى أن يبدأ بوقته، ولكن أنا أدعو كل المدارس أنا تبلش من هلأ تشتغل على سيستم اسمه هايبريد. هايبريد يعني أنا اليوم بشتغل أونلاين وبذات الوقت بقدر أشتغل بشكل هارد وصوف، يعني عرفتي؟ يعني بقدر أشتغل الشغلتين سواء التقليدي والغير تقليدي اللي هو هلأ الثوري اللي هو الانترنت. ليش؟ لأنه نحن لما إجت الكورونا نحن ما كنا مستعدين، الطلاب ما كانوا مستعدين، أغلبية المدارس ما كانت مستعدة والأهل ما كانت مستعدة. اليوم إذا أنت متوقع شيء، إذا بتكوني محسنة حالي وعملي كل الأدوات حواليك لتحسني لتعملي أداء جيد، يعني أكيد فيك تكوني عم تنجح فيه. بس إذا أنت يعني
منك قادرة أو منك قادرة تكت كده تطلع بالترين. هلأ اليوم القطاع التربوي أو العام الدراسي اللي بده يجي أكيد في صعوبات لح تكون، نتمنى لأنه في دول فتحت ورجع الوباء مرة ثانية. نعم نحن أهم شيء عنا هو السلامة والصحة لكل أولادنا ولكل الأساتذة وكيف التعلم. هلأ فينا نشتغل على تباعد اجتماعي، فينا نشتغل على 100 طريقة وطريقة، بس أنا ما بقدر أعمل شيء مثل ما كنا قبل، ولا سمح الله ينصاب ولد، لأنه ضفر ولد عنا بأهم من كل شيء تتخيلي، يعني بالنسبة لأله وبالنسبة لأهل ابنه هو أهم شيء، وهذا هيك لازم يكون بالنسبة للمدرسة. نعم. فلازم تاخدي الإجراءات، ولكن لازم تتحضري أنك تكوني عم تشتغلي بطريقة هايبرد. يعني صار في كورونا من جديد نشتغل هيك، صار في ثورة من جديد بنشتغل هيك، صار في، بس أهم شيء يكون عندك طول، يعني الدولة تكون فتحت لك إنترنت والكهرباء تكون متواجدة ليقدروا هالولاد يتابعوا. نعم. أذروايز ما فيك تعملي شيء، يعني مثل اللي حاطتيه بالزاوية عم تخبطي فيه ما قادر يتحرك. صحيح صحيح. أهل السكين. نعم. نتمنى أكيد نحن العام الدراسي يبدأ بشكل ما تعودنا، وتنطلق السنة الدراسية بشكل طبيعي، ما يكون في عنا مشاكل لا كورونا ولا وضع اقتصادي ولا تسكير طرقات ولا أي شيء. نحن لازم نتعود إنه شوفي اللبناني لازم يتعود إنه الثبات هو التغيير. يعني اليوم إذا أنت بتقولي إنه كل شيء متغير هو الأساس، فإذا أنت اليوم بتعيشي بطريقة بتكوني مرتاحة فيها، ما فيك تعيشي بقى انه انا ولا قاعدة بالسيف زون وخلص مرتاحة على وضعي، ما فيك اسمه مرتاح على وضعي بقى. انت اليوم بدك تكوني انسان محارب. نعم. مقدام كل شيء تغيير عم بصير عم تتقبليه وتشتغلي بطريقة وتنجحي لحتى تكفي بهالحياة وتضلك بوزيتيف، والا خلص يعني بنرفع الراية البيضاء كلنا بنقعد ببيوتنا بنقول لا في علم ولا في شيء، ويعني هذا كمان ما بتزبط. نعم. اللبناني نفسيته مش هيك، اللبناني اكيد مخدم واكيد حيكفي. صحيح صحيح. شكرا لك أميرة سكر، أكاديمية تربوية ومديرة مدرسة خاصة فردية. شكرا شكرا لك وشكرا لاعطائنا رايك بكل صراحة وبكل موضوعية. اهلا وسهلا فيك. شكرا.